بعد العقال طاح. وياك براهي ويا اليوم جيت اشوفك اليوم. اهلا وسهلا. والله كان عندي موضوع وياك. والله انت جيك ما استجيتني بعد. موضوع ايش هذا؟ سبقتني. موضوع ايش؟ براهي سمعت فيك مطلق مريتك علي من بنت الشريف. والله نسوان ظله وحلوات ويخبلان احسن من عتها. يا براهي هذا نسوان ظله. بس طلقت علي من كان ظله تكنك بهذا اللي كنوكي ما ادري ايش يسمونه بالموبايل. وتنام تريد تريد من هذا ابو ثلاث ظروف ما ادري ايش يسمونه هذا الموبايل. انا ما شايفه بس بالسوق. وروح ابوه. فانا ظليت اشعر بالخيانه. وكذ لك اياها. واصمت ابو ابوها وين اللي وجعها ساعتي القصيره. طلقت مريتك كانك فرق مطيه صديق كذيب. انت والله بخصبك. والله عليك. بس اصب لي شاي. اصب لي شاي. طلقت المره ضليت ماخذ البيبان. اي والله شو اسوي بالضيع بلكت وحده على عرقك من النار. لا 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 فينا شرك. والله اسف عليك. انت مخصبك. هاي شنو هاي؟ ولك شنو هاي؟ بيك شوف يا قاعد فتحوه فتحيني. ولك انا ولك انا هيك اسوي بيه؟ انا قوم وياك يا رجال. لا 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 قوم وياك قوم وياك. ايش فيك الله يستر؟ ويح ولك هذا الشاي ناقص؟ شو هذا ناقص؟ يعني انا ناقص؟ الله يستر. انا براهين. ويا براهين شنو السالفه؟ شو جاك؟ هو الشاي ناقص؟ اثنين سيسي. ما قلت ايش بيك؟ تعرضت؟ ضليع. ما ماشي. طالع ماشي شنو السالفه؟ ولك شا غير. اذا واحد صبوا له شاي ناقص يعني هو ناقص. لا بروح ابوك. وهسه انت سويت ناقص. الله يستر. هذاك اليوم فاتانا فصل اقول شنو صبوا لك شاي ناقص؟ ولك هذاك اليوم انا فاتحه وصبوا لي قهوه شويونه. حرامات تحصلت بهم فصل كلف وسجك صارت نوص بالباب. لا ولك مو هي. شوف هاي التقاليد بس بالشاي. يعني هذا التحديث بس بالشاي. بس بالشاي هذا. الله الله على عقليتك. شنو الله خلاك جوهره براسك؟ هسه بدي اصب لك شاي. اصب لك شاي. شاي تصعد حلك. مو هيك سويتك زين. ما كان سويتك هسه. اشرب اشرب. شنو هي؟ هاي ما يسكت عليها دوم. شنو السالفه؟ دوم انا قوم وياك. الله يستر. يلا دخيلك شبيك براش بطيت. شنو السالفه؟ ولك هذا عرفه شنو هاي معناها؟ شنو هاي معناها؟ هاي معناها يعني انا عرضي بيشي. نعم ما بيشي. قل لي قل لي شايف علي وش سويت وياي؟ هسه وانا خليت خاشو قبل استكان صار. شنو ايش صار؟ انت لوتي لو تستلوي. لا اله الا الله. يعني عرضك عرضك. الطشر في خاشوقه. عم انت وين لقيت هاي الكلاوات؟ انت شلك هاي الكلاوات تعبانه؟ ترزعلها سوا. تزعل علي ما وقوم وياك وذيك وعقل هواي عمي. الناس الناس وين وصلت وانت بعدك تنقط تراب؟ اقوم قوم وياك. انا ما صلى على النبي تدلل ما سخطك لا طيب. هاي خاشوقتين. هاي شو ضحكت؟ تفهم تعرف هاي شنو معناها؟ شنو هاي شنو والله؟ هاي معناها اخذ اثنين نسوان. وانت وحده وطلقتها وتريد تاخذ اثنين. تتعا تتعا تقول يا الله. قول يا الله. وكم كذا الناي وكم كذا الناي.